السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ ومكملين مع السلسله اللي بدأناها في سحر الترتيب والتنظيم. النهارده ان شاء الله هنستغل الازازه دي وهنعمل لها اعاده تدوير، نعمل بيها شيء مميز في غرفه البنات. في البدايه هبدا بالكتر، اختار كده الطول اللي انا حباه وهبدا ان انا اقص الجزء الباقي. تمام، هي ازازه طويله قوي فانا اخترت طول كده، وبعدين الجزء اللي تحت انا محتاجاه، الجزء اللي فوق انا مش محتاجاه. بعد كده هبدا ان انا اساوي الاطراف بالمقص واغسلها طبعا من جوه واظبطها. تمام، بعد كده بقى هجيب المكوه وابدا ان انا امشي على الاطراف اللي انا قصيتها دي، بحيث لو في اي حاجه طالعه كده ولا كده ما تجرحش البنات. تمام، هو مش هيأثر على المكوة ولا هيأثر على الإزازة، هو بس هيدي طرف الإزازة تانية من فوق بحيث تبقى أمنة لاستخدام الأطفال لو مدوا إيديهم أو حاجة ما تجرحهمش. بس أنا بقى حابة إن أنا كان عندي شريط ستان، فحابة إن أنا أزينها بشريط الستان، فهبدأ إن أنا ألفه من فوق كده داير ما يدور حوالين الإزازة. طبعا ده اختياري، لو ما عندكيش ممكن تسيبيها هي كده حلوة قوي ومش هتجرحهم ولا تأثر معاهم ولا أي حاجة. تمام، هبدأ بقى ألف كده نصه من جوه ونصه من بره، ألفه داير ما يدور حوالين الإزازة. هلف بقى طبقة تانية كده من شريط الستان برضو داير ما يدور. الطبقة التالتة بقى أنا بدأت إن أنا أكشكشها كده، اعمل لها زي تنايات عشان تديني منظر بس. تمام، هبدا بقى اديها تنايات كده بسيطه برضو داير ما يدور حوالين الازازه كلها. وبعدين جبت قماش، ده قماش الفرو بعد الستان اللي انا لزقته، وبدات الزق بقى قماش الفرو كده حوالين الازازه كلها. تمام، انا عارفه معلش مش واضح قوي في التصوير بس انا بحاول اشرح لكم. تمام، هبدا زي اكني بغلفها كده كلها بشريط بقماش الفرو دوت، وكمان القاعده هبدا ان انا برضك اغطيها بالقماش دوت. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي اي قماش عندك، ممكن تستخدمي قماش الجوخ، اي حاجة عندك. تمام، غطيتها كلها بالشكل ده. هبدأ بقى ازينها، هجيب استرستات هقص كل ثلاثة مع بعض بالشكل ده، وبرضو عملت ورود اهي، دي ورود كنت مستخدمها قبل كده في برواز وما حطيتوش، فهبدأ ان انا استغلها بقى دلوقتي. حطيتها المكوة هتديها تانية كده بسيطة، بحيث ان انا اجي الزقها على الازازة هيديني الوردة كأن شكلها مجسم. تمام، وابدأ بقى الزقها في المنتصف داير ما يدور حوالين الازازة كلها، اخلي مسافة كده وبعدين ابدأ الزق كل مسافة هلزق وردة. معلش انا بحاول اشرح لكم. الاسترسات بقى بين كل وردة والتانية، المسافة اللي بين كل وردة والتانية هبدأ احط استرس فوق واسترس تحت. طبعا انتوا هتشوفوا الشكل النهائي وهتبدأوا تفهموني اكتر. اللولي بقى بدأت ان انا احطه في منتصف الوردة عشان يبرزها ويوضح معانا، توضح معانا كده شكل الوردة اكتر. تمام، هي طبعا سلة البنات كانت اتكسرت، كسروها، فانا حبيت ان انا اعمل لهم سلة جديدة كده عشان يبدأوا يرموا فيها اي حاجة وحشة وتبقى الأوضة على طول نظيفة وبس. وحطيت بقى كيسة من فوق، ممكن تحطي غطيان ازايز عشان تثبتيها، بس طبعا الحاجات اللي فيها ديت خليتها مش محتاجة لأي حاجة، وما شاء الله مساحتها من جوه حلوة قوي وشكلها شيك جدا. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم واستفدتوا منها تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.